خلينا نتابعوا اخر الاخبار كما قلت لكم قبل الفاصل. باش نحكيوا باش نمشيو للمستير باش نحكيوا على تحطيم سيارات من قبل مجموعه من المنحرفين. علاش اتغششوا؟ على خاطر والحمد لله القوات الامنيه اللي نشكروها برشا برشا نجحت في القاء القبض على الشخص صادره في شانه تقريبا يوضح لي هذا الضيف 30 منشور تفتيش. وتغششوا برشا برشا داروا على المواطنين يضربوا بالحجر يكسروا في الكراهب فجعوا العبيد. هات خلينا نعرفوا تفاصيل الكل. نشكر برشا الدكتور فريد بن شحا الناطق الرسمي باسم حاكم المهدية والمنستير. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. مرحبا بك وكيف المستمعين. الله يفضلك. شكرا ليك. شفنا خبير رشق سيارات مواطنين بالحجاره بعد حمله امنيه موسعه بطرقات ولايه المنستير. تقريبا قديش من واحد اللي قاموا بالفعل هذا؟ هما قاموا بالفعل حسب الابحاث الاوليه هما سته من الناس. سته من الناس كانوا يردوا الفعل على ايقاف احد المفتش عنهم كما كنت تذكر سيادتك. الحلقه دي حوالي 30 منشور تفتيش. دونك قرروا انهم يقوموا بقطع الطريق والاضرار بممتلكات الغير والاعتداء بالعنف على الاشخاص. وتعرضوا العديد من السيارات وقاموا بالقاء المقذوفات على السيارات مما الحق اضرار السيارات كما قاموا بالاعتداء على احد المواطنين. لكن من هي المهم قدم الا ثلاثه اشخاص فقط الى حرس فرقه الابحاث والتفتيش الحرس الوطني بالفرن وقدموا بشكايات. دونك تم القيام بعديد الحملات عديد المداهمات باستشارة النيابة العمومية المستير التي أسفرت عن إيقاف 50 مفتش عنه. 50 مفتش أشخاص متورطين في الجرائم التي تم ارتكابها آخر الأسبوع. وتم الكشف عن هوية الأشخاص المورطين برشق بالحجارة على سيارات المواطنين وداهموا حتى المساكن متاحهم. تم التعرف عليهم وتم القاء القبض على 2 منهم في انتظار القاء القبض على البقية في قادم الساعات تقديم للعدالة. ينتظر انه قاعدين يتوافقوا انه المضرين كل ما يعتبر انه مضر من افعال الاجراميين يتقدم الى بالطبيعه تفتيش الحرس الوطني للطلبه للتشكي في الموضوع. بالطبيعه ما فماش خوف لهنا. لازمكم تمشيوا وتقدموا الشكايه نتاعكم تقولوا رانا متقلقين من اكس من ايغريك راه تم التهجم علينا راه مكرهبنا تكسرت راهي ديارنا احنا مهددين رانا خفنا. حتى حاله الخوف يظهر لي زادت نجموا يتعاقبوا عليها المجرمين هذوما. هو كل هو متورطين في جرائم خطيره جنايات اللي هي تخويل وفاق يهدف الى الاعتداء على الاشخاص وعلى الاملاك والاعتداء المدبر من الجوالين. في مشكل كان عنده بندقيه صيد. دونك هما متورطين في حمل اسلحه كسواء بيضاء او اسلحه ناريه بدون رخصه الى جانب الاضرار بممتلكات الغير. دونك مجموعه من الجرائم الخطيره فشون فيها انه المنحرفين هذا من حد الان حسب الابحاث الاوليه صغار. دونك معناها في مشكل قاصر في فم القصر بقليل. وهذا شيء مؤسف. وين الرقابه العائليه؟ وين اولياءهم؟ ازاء هذه الافعال الاجراميه الخطيره. صحيح برشا. هذا كطريقه من الاحتجاج هم عاملين على صاحبهم. الاحتجاج على عدم ايقاف معناه من ذوي السوابق العادي. يعطيك الصحه دكتور. اقبح من ذنب. فوالا في متابعه معك الحقيقه في الموضوع دكتور. يعطيك الصحه. شكرا ليك دكتور فريد بن شحان الناطق الرسمي باسم حاكم المهديه والمنستير. اليوم نحكيوا على قرابه 50 ولينا ما عادش نحكيوا على 5-6 من الناس. 50 مفتش عنهم. الحقوا لكم اضرار اللي انتم قاعدين تشاهدوا فينا بالاخص في المنستير ولا في المهديه ولا تسمعوا فينا على فريكونس. الحقوا لكم اضرار بدياركم خوفوا لكم صغاركم ممكن حتى عمليات بركاجات. علاش ما فماش شكايات كبيره؟ علاش ما فماش كل حد ياخذ العقاب نتاعو في المواضيع هذه باش نحبوا الناس الكل امنين نحبوا العبد الكل تعدي ويكاند بالاخص الافعال كما هذه نشوفوها في الويكاند قاعده تصير. ماذا بينا كل واحد يسمع فينا الويكاند يعديه مرتاح مع صغيراته. كان معنا الناطق الرسمي باسم حاكم المهديه والمنستير السيد فريد بن شحا. احنا مازلنا متواصلين معكم شويه اخر بقصص النجاح زاده مش نبعد عليكم برشا. قصه النجاح هذه جبتها من دار شعبان. جبتها هكا عرفت كلي في النقل الجماعي نتاعها هي تسوق في النقل الجماعي. ممكن تولي تسمعوا فينا اللي قاعدين تسوقوا في النقل الجماعي تعرفوها بالكدا بالكدا باش نكتشفوها بعد شوي باش ناخذ لكم صور حصريه باش تتعدى باش نحكي وباش نكرموها باش نقولوها يعطيك الف صحه على تعبك. وماذا بيا زاده نسمعوا كيما هكا حاجات اللي تفرحنا الحقيقه باش نسمعوا ورده الجزائريه بعد شويه. الايام من احلى ما غنيت ورده ولكن قبلها باش تسمعكم نرمينا داجي تامر حسني. يلا نولي.